فلافيو اول ما جه النادي الاهلي، وكنت اتشرف بالتواجد في ذلك الوقت. فلافيو اول ما جه النادي الاهلي الحقيقه كانت الامور صعبه جدا بالنسبه له، ولا عارف يتكلم لغه بالنسبه له. طبعا ما كانش بيتكلم غير مع جيلبرتو بس، ودايما كان مكشر وباصص في الارض. هو فلافيو كده، ده كان دايما مكشر وباصص في الارض. كان كل ما يلعب معانا في التمرين، خدوا بال حضراتكم، في التمرين كان بيكسر الدنيا، بيجيب له 10 تجوان في التقسيمه مثلا. ما يجي يلعب تقسيمه الاحمر ضد الاخضر كان يجيب 10 تجوان، يجي الماتش بيتحرك كويس وبيعمل كل حاجه كويسه بس ما بيجيبش جول. في الاخر عماد النحاس بيشوط كوره جت في دماغ فلافيو ودخلت جول بالصدفه، ولكن فلافيو دخل كل قلوب الاهلاويه بعد الكره دي تحديدا. مباراه المحله لو تفتكروا، مباراه المحله بعد المحله في المحله، بعد الكره دي فلافيو انطلق في كل الاتجاهات واصبح واحد من اقرب الافارقه واقرب واهم الافارقه لجمهور النادي الاهلي. الحقيقه من كتر اللي عمله بقى، لعب في كاس العالم في اليابان، ولعب زي ما حضراتكم شايفين كده، لعب في كاس العالم في اليابان، خد دوري كتير مع النادي الاهلي. يعني الفتره اللي كان متواجد فيها تقريبا احنا خد النادي الاهلي خد الدوري في الوقت ده كتير قوي، او كل الدوريات اللي لعبها فلافيو تقريبا اعتقد خدها، كاس مصر، كاس عالم، شوف بقى من كاس مصر وكاس عالم وبطوله افريقيه، حاجات كتيره جدا، وسوبر مصري وسوبر افريقي، يعني مش عايز اعد لحضراتكم. فلافيو النهارده كان ناقص بجد فلافيو يلعب في الدوري الاسباني، يعني المجموعه دي تلعب في الدوري الاسباني. طيب، فالحقيقه برضو فلافيو احنا زي ما بنعمل مع حضراتكم دايما، او زي ما بنتكلم مع حضراتكم دايما، بيبقى عندنا تقرير عن افريقي بروح الفانيلا الحمراء. فلافيو ده افريقي بالفعل بروح الفانيلا الحمراء، وحتى الان بيساعد وبيساهم في وجود بعض اللعيبه زي جيرالدو. جيلبرتو كان المساهم الاكبر، وفلافيو لما جيرالدو اتسال هنا برضو عندنا في قناه النادي الاهلي واتسال واتقال له مين، قال له فلافيو، وجيلبرتو كان لهم دور كبير جدا. فلافيو بالفعل هو افريقي بروح الفانيلا الحمراء. نطلع نشوف هذا التقرير، وبعد هذا التقرير هنطلع فاصل، وبعد الفاصل هستقبل النجوم الكبار كابتن ابراهيم عبد الصمد، كابتن محمد حشيش، دكتور احمد ثابت.